شوبينج صار أهياً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد حياة لغرفة إنستافريش، من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو، هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة وفيكن تحصلوا عليها ب $59 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دوم تحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا يلموا العصا. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين بس ب $39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. قديم نعطي الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيالة شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود بروستور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب $24، على الاثنين ب $30. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط هيك بطريقة كتير سهلة، بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد بالوجه، الحواجب والجسم، ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بيضاين لمدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صافيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات إزالة الشعر بتسببون، ومش بس هيك رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالة التجميل. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبس ب $32 بتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان.
قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إربيلو ما بقى نعطل الهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إربيلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.